الطرد والإنذار. اللاعب ليه 3 أدوار متتالية، الزمن بتاع كل دور لا يتجاوز أكتر من 3 دقايق، يعني أنا ليا دور بلعب 3 مرات ورا بعض، ال3 لعبات بتوعي ما يزيدوش عن 3 دقايق. في حالة إن أنا تكررت الزيادة الفريق بياخد كارت أصفر، كل كارتين صفر يساوي كارت أحمر طرد، طرد يعني يخرج لعيب من عندك نهائي بالكامل. تمام، دي أول حالة، في حالة الإنذار وحالة الطرد، إنك أنت تعديت وقت التفكير فبتاخد إنذار مرة، تعديته مرة تانية تاخد إنذار مرة، كده إنذارين، يبقى لازم تطرد كارت، تاخد كارت أحمر وتطرد لعيب عندك. الحالة التانية تكرار الفاولات، لو كررت أكتر من 3 مرات فاولات بيحصل عملية طرد للعيب من عندك.